بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فهو حسبنا ونعم الوكيل. صباحكم مبارك، صباح الخيرات والبركات. اليوم 15 من رمضان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. إخواني متابعي هذه القناة عالم النحل والطبيعة، في شهر أفريل وماي أقوم ب تقليم الزيتون، راح نلقم كما نقول نحل. كلامنا يشبه كلام اليمنيين وبعض دول الخليج، القاف ننطقها قاء، احنا نقولوا رايح نلقم. التلقيم وليس التقليم. التقليم يكون في شهر ديسمبر اكتوبر نوفمبر، ولكن تلقام يعني نلقم الشجرة كما نسميها نحن الزبوج، أحولها إلى شجرة زيتون. سأبحث عن الطابع، نحن نسميه الطابع، هذا هو الطابع، هذا البرعم الصغير يسمى الطابع. هذه البراعم ستخرج أزهارا، ولكن هذا ما يسمى بالطابع الذي ستخرج منه ورقة. سأقصه هنا وأخذه معي. ها قد قطفته أو نزعته أو قصصته. سأستعمل هذا البرعم الصغير في عملية تلقام إن شاء الله. هذه كانت زبوجة السنة الماضية، هذه ها هو من خرج البرعم صار غصنا، والبرعم الثاني ها هو من خرج، وهذا هو البرعم الثالث الشق الثالث. انظر صارت شجرة بإذن الله. سأخذ هذا الغصن الصغير الذي فيه براعم إلى منطقة أخرى، إلى الدشرة التي كنا نسكن فيها، وسأحاول تقليم الشجرة. بسم الله وعلى بركة الله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فائدة غرس الأشجار. هذه شجرة التين التي غرستها بدأت تفتح أوراقها، وانظروا إخواني أنا أقوم بسقيها كما ترون، لا أملك بئرا ارتوازيا، أسقيها هكذا كما ترون وأجري على الله. بسم الله. نحن نسميه بيدون هذا، وفي مناطق أخرى لا أدري بماذا تسمونه. شجرة التين هذه إذا أثمرت وأكل منها طير أو إنسان أو بهيمة ستكون صدقة لي، وبعد وفاتي ستكون صدقة جارية لي. الحمد لله، اللهم وفقنا يا رب، اللهم وفقنا. إخواني متابعي القناة، ها قد وصلت إلى المنطقة الجبلية التي أخبرتكم عنها. إن شاء الله سألقم، إن شاء الله نلقم أو نلقم هذه الشجرة. هذه ما تسمى بشجرة الزبوج. قمت بقصها ووضعت بعض الدهن عليها. لقمت فيها أغصان السنة الماضية، وهذا هو غصن منها. وهذا الطابع كما نسميه هذا وضعته في شهر أكتوبر، سبحان الله نجح. كنت أنا ألقم شهر أفريل وماي، ولكني صادفت أحد الشيوخ الكبار في السن قال لي كذلك يصلح تطعيم الأشجار في شهر أكتوبر، وسبحان الله صدقوني أنا أول مرة آتي إلى هنا وأراه قد نجح، سبحان الله. أرأيتم؟
الحمد لله يا رب، سألقم ذلك الغصن إن شاء الله. لتطعيم الأشجار قد أحتاج إلى منشار وسكين فقط، وهذه هي الكيس الذي يوضع فيه الخبز. رأيتم هذا البرعم لا يصلح، كما نقولوا احنا اللي خرج بدو مليمتر ولا 3 مليمتر لا يصلح. البرعم الذي يصلح الذي هو مثل حبات الكسكس، مثل حبة الكسكس، شاهدوا معي صغير جدا، هذا هو البرعم الذي يصلح لعملية التطعيم. سأنزعه هكذا بالسكين، هكذا وهكذا وهكذا. أنا أقوم بالتصوير لوحدي، اسمحوا لي إخواني. بسم الله، رأيتم؟ بعد ذلك أفتحه هكذا من الجهات الأربع، لا أمس البرعمة، رأيتم؟ ما إن أصل إلى البرعم أتوقف، وكذلك من الجهات هاته. بعد ذلك أفعل هكذا، الكيس أحتاج جزء منه فقط، وهناك من يستعمل الشريط اللاصق. هذا ما أحتاجه فقط لعملية الربط. أفتح هنا شقا هكذا، وهذا البرعم ادخله هنا. شاهدوا معي كيف ادخله بكل سلاسة وبكل سهولة. ها قد ادخلته، هذا هو الربط الاول، وساربطها كذلك من هنا من فوق. العملية سهلة وبسيطة. أردت في أحد الأيام تعليم أحد الإخوة، فقام بغلق كل البرعم هذا، فقلت له من أين تخرج الأوراق؟ يجب أن تترك هكذا البرعم بدون تغطية. بعد ذلك أقوم بقص هذا الغصن هنا، لا أتركه هكذا. وعملية القص تكون شاقولية، وسأضع بعض الدهن هنا، البنتورة كما نسميها نحل، وإن شاء الله سيفتح هذا البرعم في القريب العاجل. إخواني وأخواتي متابعي هذه القناة، ادعموني فضلا لا أمرا، اشتركوا في قناتي، فعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعفوا على الإطالة، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.